أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات، حلقة جديدة من حلقتنا على المشاهد تي في. نقدمها هذه الحلقة بعنوان تزايد درجات الفساد والرشوة بالمغرب. آخر استطلاعات الرأي المنظمة من طرف ترانسبارنسي المغرب كشفت أن 74 من المغاربة 74 من المغاربة 74% من المغاربة يعتبرون أن ما تقوم به الحكومة عمل سيء في مكافحة الفساد، وأن هذا المعدل ارتفع ب 10% من 64% سنة 2015 إلى 74 سنة 2019، يعني خلال 4 سنوات. أشنو وقع بالضبط؟ ما الذي يقع بالضبط؟ الصحف المغربية تتناول بشكل أسبوعي مسألة الرشوة والفساد المالي والإداري، فقد يعني آخر المستجدات أن محكمة الاستئناف قضت يوم الأربعاء 22 يناير 2020 بالسجن النافذ 6 سنوات نافذة على رئيس القسم الاقتصادي بولاية مراكش مع أداء تعويض لفائدة المشتكي قدره 500,000 درهم، كما تم الحكم على قائد مقاطعة بالحي الحسني وبحوزته 1,500,000,000 ب6 سنوات. في هذا السياق هذا تم إلقاء القبض على برلماني ورئيس جماعة بالحوز ينتمي إلى حزب بام في حالة تلبس بمبلغ 11 مليون من طرف مهاجر مغربي الابن والأب من السويد يرغبان في بناء عمارة تتكون من 20 طبقا. قضايا الفساد والرشوة الكبيرة التي لا تتوقف، لا تتوقف، وتترجم في حصول المغرب على 41 نقطة من أصل 87 نقطة في مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2019، والذي كشفت عنه منظمة ترانسبارنسي المغرب مؤخرا، بينما حصلت تونس على 43 نقطة والجزائر ومصر على 35 نقطة. المنظمة أكدت أن المغرب يعيش وضعية فساد عام ومعمم ومؤسس وبنيوي، عام ومعمم ومؤسس وبنيوي، حتى ولو حدث تغيير في المرتبة فإن وضعية يعني وضعيته العام لن تتغير. نسوق حالة يعني الملف الطاغي الآن والذي تتناوله كل الصحف والمواقع الإخبارية، حالة الفساد والرشاوي والجنس بمقابل بجامعة عبد الملك السعدي، حيث تفجرت قضية الرشاوي والتي تورط فيها عميد كلية وكاتب عام لرئاسة الجامعة وأساتذة جامعيين، بالإضافة إلى موظفين وطلبة بالحصول على شواهد عليا مشبوهة، نعم مشبوهة، منهم كبار الموظفين وصحفيين. وتم إلقاء القبض حتى الساعة على 5 متهمين، ولا يزال الملف مفتوحا على كل أبوابه. منظمة ترانسبارنسي المغرب يعني دقت ناقوس الخطر وقالت أن المغرب يعرف اقتصاد الريع المعمم في جميع الميادين وركودا واستمرارا للفساد، مؤكدة أن التنمية لا يمكنها أن تحدث بالرشوة والفساد المعمم.
أتت هذه الحلقة أيها السادة والسيدات على نهايتها. كان معكم عبد الله الساورة، إلى حلقة جديدة بحول الله، لكم كل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.